أن رمضان من العبادات التي فيها لذة وسرور، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن صوم رمضان من عبادات السر، ولذلك قال الله جل وعلا: إلا الصوم فإنه لي، أي أن المرء إذا صام رمضان فإنه يتمحض فيه نية الإخلاص، وهو من أعظم عبادات السر، فإن المرء لا يطلع عليه فيه أحد. وكذلك غيره من العبادات فيها شبه بها من جهة وجه السر. وهذه العبادات التي تكون من عبادات السر فيها من اللذة والأنس الشيء العظيم، وكذلك العلم، فإن في العلم أنسا بالله عز وجل ولذة في مناجاة الله سبحانه وتعالى عند العبادة. ولذلك تجد العالم إذا قرأ آيات من كتاب الله عز وجل أو قام صافا قدميه له سبحانه وتعالى يأنس بالعبادة أنسا عظيما، والسبب ما وقر في قلبه من العلم بالله عز وجل والعلم بأحكامه سبحانه وتعالى.